إذا عندنا هون الست temperature معطيني إياها at 70 فهرنهايت، حتى أحول من فهرنهايت لهذا بطرح من هاي 32 وبضرب في 5 على 9، فبتصير عندي T set بتساوي 70 ناقص 32، وبعدين هذا بضربه ب 5 على 9. 5 على 9 إجت من 180 درجة فهرنهايت، الفول سكيل بيساوي 180 درجة بتعادل 100 درجة مئوية. فالتحويل من 180 ل 100 هو ضرب في 5 على 9 أو ضرب في 9 على 5. أشوف النهاية قديش تطلع. 70 ناقص 32 بتعطيني 38، مش هيك؟ فبتصير 38 في 5 على 9 21 بوينت 0.1 سلسيوس. هاي درجة الحرارة الداخلية. هذه طبعا رح يتأثر بعدين، إذا هذه هي درجة الحرارة اللي قررنا نمشي عليها، كل ما زادت درجة الحرارة هاي وزاد الفرق بينها وبين درجة الحرارة الخارجية رح يزيد الفلو للهيت. فإذا كل ما زادت هاي فبدنا نختارها بعناية ما تكون عالية جدا 24، وإذا كان منخفضة 18 ممكن ما يكونش مريح المسكن منهم.